معناتها الموسيقى من 2013 في نوفمبر 2013 ايوا. احكي لنا على التجربه كيفاش كانت لك معناتها ريسبونسابيليتي، اما عملت فيها توش بيرسونيل. والله هي التجربة، شوف هي بالنسبة لي أنا تجربة جديدة، خاصة مع التفرغ للفرقة الوطنية بحكم أنا ندرس في المعهد العالي للموسيقى في تونس. تو تفرغت يعني مع وزارة الثقافة وتفرغت للفرقة الوطنية، حاولنا باش نعملوا باش نجتهدوا على طريقتنا نحن على حسب الإمكانيات الموجودة. حاولنا نقوموا بعروض موسيقية شهرية، العروض هذه تصير في المسرح البلدي. كنا في كل عرض نعمل تجربة موسيقية، مشروع موسيقي يجمع بين العديد من الأطراف الموسيقية، وعنا أنتروتر أهداف معناتها نحب نوصل لها، اللي هي في كل عرض نحب نشاركوا الشباب، نعطيهم فرصة، خاصة لقلة الفضاءات وقلة المناسبات اللي باش يقدموا فيها الانتاج نتاعهم، وكذلك الفنانين الكبار نتاعنا اللي هما حتى حد ما ينجم يشك في قيمتهم يكونوا موجودين معنا زادا. ونركزوا اكثر زادا سور لو كوتي انسترومونتال، خاطر الجانب الالي ناقص برشا في تونس، في تقاليدنا ما عندناش اهتمام كبير بالموسيقى الاليه على عكس برشا دول اخرين، خاصه وكونه تركيا مثلا نقارن بتركيا اللي هي مؤخرا بدات الناس تكتشف اللي هي عندها تقاليد كبيره وعندها رصيد كبير في الجانب الالي. دونك حاولنا نلموا نركزوا شويه على الالات. هذا هو، قمنا بعروض كانت في جلها عروض ناجحه الحمد لله. الفنانين كل معناتها فرحانين على التوجه الجديد، فرحانين على طريقه العمل، على السونوريتي، الحس الجديد. هذاك هو المهم. تري بيان. انا عارفه انت الكبير بتاع القعده دي. ايوه بيه. ايوه يا باشا. التونسي فنان معناتها يحب يسمع برشا موسيقى، يحب يخرج من ايتا لايتا، واحنا معناتها سنين تعدت علينا صعيبه برشا معناتها يتنفس بالموسيقى. ديزون تعملوا في برشا عروض، تتنقلوا للجهات، والا جوست خاطر المسرح البلدي راهو معناتها نحسوا كاينه في وسط العاصمه كهوا. ديجا باش يصيروا فيه ترافو. معناتها في ترافو فوالا. دونك وين باش تمشيو؟ هو شوف الفرقة يعني مادة يديها للجهات الكل، وماذا بينا لو كان نتحولوا نعملوا برشا عروض في الجهات، ولكن تعرف الوضع الأمني شوية زاد. والله بقات النظر على الوضع الأمني معناتها احنا ما يقلقناش معناتها الحمد لله، ولكن ماك تعرف عرض موسيقي فيه إمكانيات ويلزم وفيها إكيب كبيرة معناتها أكيد فيه عازفين وفيه تنقل وفيه إضاءة وفيها تجهيزات صوتية، يعني ما يكونش ساهل باش نتنقلوا بسهولة داخل الجهات يعني. باهي تخي بيان، شوفوا احنا الروبورتاج اللي كنتي وراجعي. منذ توليه الإشراف على إدارة الفرقة الوطنية للموسيقى في أكتوبر 2013 خلفاً لعبد الرحمن العيادي، نجح المايسترو عازف الكمانجا محمد الأسود في وضع بصمته وفرض نسق رؤية وتقاليد جديدة للفرقة. عروض دورية أسبوعية كل سهرة خميس وشهرية بالمسرح البلدي بالعاصمة. المايسترو محمد الأسود جعل الفرقة الوطنية للموسيقى فضاء مفتوح للموسيقيين والفنانين المتميزين على الساحة من مختلف الأجيال، وخذا منحى جديد في الفرقة عنوانه التنويع في المنتوج الغنائي والموسيقي بالانفتاح أيضا على أنماط موسيقية مختلفة. منذ بداية 2015 خذت الفرقة الوطنية للموسيقى منهجها العملي اللي كان وعد به محمد الأسود في بداية توليه مهمة الإشراف على إدارتها، ضبط برنامج متكامل يتم في كل عرض غنائي شهري استضافة اسم من الأسماء الفنية التونسية. نجاة عطية، لطفي بوشناق، سفيان الزايدي كانوا من بين الأسماء اللي شاركوا في عروضها. موازاة مع البرنامج الغنائي وضع محمد الأسود تقاليد عرض الموسيقى الآلاتية كمشروع أساسي للفرقة في محاولة لاستعادتها دورها اللي تم بعثها من أجله. فن ليلة ومسيرة بارك الله معناتها وجوكم مزيان.
معناتها سيت اون فيغتي باش توصل للناس معناتها تكون راضيه عليك وببليك سورتو. اكثر حاجه فرحان بها اللي الفرقه الوطنيه اليوم بصراحه رجعت للساحه الموسيقيه، رجعت اكثر بحضور مكثف كبير بصراحه، زاد بحرفيه كبيره في التنفيذ الموسيقي، وهذه فرصه باش نحيي الموسيقيين اللي معايا خاطر يعطيهم من الصحه الناس الكل. بصراحه يعطيهم الصحه وقاعدين يبذلوا في مجهود كبير وبالحق قاعدين يخدموا باش يحاولوا يرتقيوا بالموسيقى التونسيه. تري تري بيان، باهي كملوا ما تقفوا. اما خلينا نكملوا نحكي ولا عرض ترانيم معاك محمد، عرض ترانيم اللي تعرض رابع مره، هو العرض الرابع في الموسم الثقافي اللي تعدى، والحمد لله تجربه اخرى للفرقه الوطنيه كانت مع الفنانه مروه قريعه اللي هي بنت الفنان استاذنا ولا لسعد قريعه ونورا امين اكيد، والفنان محمد جبالي. أيوة. اللي نوجه له تحيه واللي العرض هذايا عزفنا فيه الاغنيه اللي خذا بها الجائزه في مهرجان الاغنيه، قصيد اسمه عندي امل كذلك، وكانت معنا مشاركه الكورال طوق الياسمين كذلك كورال اطفال، وكانت مشاركه جد ايجابيه وتفاعل معها برشا الجمهور. تري تري بيان، نشوفوا احنا اغنيه من عرضكم انتوما، باش نسمعوا الاغنيه العمر بين يديك اديتها لمروه قريعه من كلمات الدكتور علي الورتاني والحان شادي انور، هي الاغنيه الفنانه نعمه. تري تري بيان، تفضل.
حاجه مهمه برشا توا معناتها على ذكر التراث والريبرتوار نتاعنا التونسي. احنا كانت لنا مشاركه في مهرجان منزل تميم الموسيقيين الهواة الفرقه الوطنيه، وكان شرط اساسي على جميع المشاركين باش يغنيوا التونسي، حتى باش يحب يغني اغنيه شرقيه يكون المقام الشرقي والايقاع شرقي واللون شرقي ولكن توسي. صاحبها تونسي واغنيه تونسيه 100%. هذه حاجه مهمه برشا، لانه بصراحه قاعد نشوف توا في الفنان في تونس هو قاعد وفما هكا دي توندونس، كل مره يتغرم بحاجه تعرفش علاش، على خاطر ديما خايفين مره بالمغربي مره بال، يقول لك التونسي ما يوصلش، يقول لك الاغنيه التونسي ها والعباد شنو تخمم، معناتها الفنانين اللي قاعدين يغنيوا يقول لك انا غنيت بالتونسي ما وصلش لا في بلادي ولا لبرا، ما عندناش ما تخكاج معناتها كل واحد ينجم يوصل به، دونك نغني باللهجات وباللغات اللي يفهموهم معناتها الساحه الفنيه الاخرى الخارجه معناتها على حدود تونس، كم سنه نجم نوصل ها نخمو في معناتها فما تفسير فما من برا العديد من الفنانين المشارقه راهم يحبوا الموسيقى التونسيه ويحبوا يغنيوا الاغاني. فما شكون غنى باسكال مشعلاني غنيت التونسي؟ انا كانت لي تجربه مع فنان جسمي لما غنى اغنيه اه يا خليله، قمت انا بتسجيل معناتها كمانجيت في الاغنيه هذيك، كيف كيف كانت لي تجربه مع راشد الماجد لما غنى ديو هو واسماء المنور خاينه الاغنيه التونسيه اللي فريمون عملت شكسي كبير، كيف كيف تم تسجيل ما تسجلت سلوات نتاع رباب تونسيه زاد كيف كيف رام يحبوا الموسيقى التونسيه، اما يلزم بالحق يلزم احنا هنا في تونس يلزم نخدموها ويلزم نبثوها ويلزم نوصلوها للناس، راه سينو ما نجموش. عنده ميكرو سي بون أنا حاجة بزمون فات لقيت تيتخ قلت أنا حاجة بزمون فات ونسية نعم نعم Thank you.
ناسيا الميعاد على كده واللي جواه الحب يا خليلة نلويت عداد يا خليلة واللي جواه الحب يا خليلة نلويت عداد وتولى عنده الليلة نجي معك محمد ونحكيه على السفر متاعكم ماشيين لويت اكتوبر ان شاء الله للبحرين. لو كان تحكي لي في اي اطار المشي هذه السفر هذا المشي هذه معناتها باش تكون في اطار مهرجان الموسيقى الدوليه في البحرين. وزاره الثقافه مشكوره اعطتنا ثقتها باش نمشي ونقوم بعرض يعني موسيقي ان شاء الله. هذا باش يكون معناتها نقصد ربي ان شاء الله يوم 8 اكتوبر. العرض نهار 10 اكتوبر. باش يكون معنا الفنان شكري عمر الحناشي والفنانه روضه عبد الله. باهي باش باهي. قل لي في الفرقه نتاعكم تعملوا سيليكسيون نتاع اصوات معناتها كي باش تشارك معاكم كي باش يمشي حد فما مقاييس ومعايير سؤال مهم جدا. سؤال مهم جدا. والله شوف نحكي على تجربتي انا في الفرقه الوطنيه. اذا كان تشوف من نوفمبر ولا من اكتوبر 2013 الى حد اليوم تشوف عدد العروض اللي قمنا بها وتشوف عدد الفنانين اللي جاوا غناوا في 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 الفرقه. وحاجه اخرى مهمه برشا عدد الفنانين زاد الملحنين اللي جابوا حاجات انسترومونتال نتاعهم عزفناهم معزوفات آلية تقدمت. بصراحه نقول الحمد لله. معناتها اي فنان سامحني محمد معناتها اي حد يرى في روحه اللي معناتها عنده الموهبه ولا عنده الدرجه اللي باش تخوله يغني مع الفرقه الوطنيه للموسيقى ينجم يجي يقول لكم على السلامه انا نحب راني ننضم للمجموعه في تيل ولا تيل عرض. شوف قولوا له مرحبا. هذا ماهوش كلام برك. انا كنت عامناه معناتها السنه الفارطه. ايوه اصدرت بلاغ. بيان سور بعد الرجوع لوزاره الثقافه اصدرت بلاغ. اي انسان اي فنان اي موسيقي عنده مشروع موسيقي عنده عمل فني الفرقه الفرقه الوطنيه راهي مخبر نتاع تجارب موسيقيه. وجاتني تلقيت العديد من العروض معناتها العروض الفنيه معناتها فما شكون فما برشا محاولات معناتها وصلوني للفرقه. اخترنا منها بعض الحاجات وعلاش لا معناتها كانوا موجودين معانا في العروض. كانت معانا الفنانه بثينه القلسي كان معانا الملحن الشاب من صفاقس اللي هو باسم العفاس كذلك عزفنا له حاجات نتاعه. كان معانا في العرض الاولاني الفنان عطاي المعاويه عزفنا له حاجه من تلحين وكان هو سوليست على آلة كامانجا. الفرقة الوطنية اليوم زاد حاجة أخرى بصراحة. يزينا من الفرقة معناتها شيف دوركستر واقف ومغني يغني وفرقة تعزف. يزينا من هذه بصراحة توا في 2015 شوية معناتها أخرى صحيح في 2015 أنا نشوف معناتها كان مثلا من ضمن العروض اللي عملناها كنت أنا استضفت قائد فرقة. جاء هو قائد الفرقة معناتها بكل الفنان سامي بن سعيد. كان ضيف معنا الفنان منير الترودي. والعرض هذاك زاد بالذات كانوا معنا فيه الأصوات اللي تميزت في مهرجان منزل تميم اللي هما ديجان وليدات صغار. وبالحق
أصوات ممتازة جدا استضفناهم في المسرح البلدي. معناتها المسرح مفتوح لأي طاقات ترى في روحها تنجم تبدع وتنجم تعطي الإضافة. دونك أحمد هاك تسمع في الكلام، دونك انت نورمالمون عندك بروجرام معناتها تخمم وتمشي. لا والله سمعت بها المعلومه. لا خاطر الاسود معاهم معناتها الاسود صديقي عندي. وهو عملتوا مارياج مزيان هاكم بيان سور مزيان. هو بار اكزومبل المسؤوليه ما بدلتوش سوف كو تيرا خاطر باش يلقى ناس باش تحفر له ايتترا. هو يتخافاي بقلبه رب ماهيش سهله راه سي نورمال اي ريسبونسابيلتي. فو فوار لي دو فاس دو لا ميداي فهمت. مي انا 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 مع انه ريت انت قلت الموسيقى التونسيه كان هذه ستيل قندوا وقمبري وتسيتيرا. واحد يولي يعمل الشو يولي يمشي يحوس به لبرا خاطر نحن سامحني توا في امريكا تريسي شابمان نعملوا في الغوشيرش هذوك تريسي شابمان تطلع تغني وحده بالجيتار قدام 120000 120000 ونحن هنا تلقى فرقه ساعه ساعه فيها 40 كي تتوظف. لا كي تتوظف اللي تبدا سامحني كي تتوظف الالحان جميله معناتها محليه واحد يسمع وراها من جهه. كانت لنا تجربه كبيره زاد على ذكر على ذكر التجربه هذه. كانت لنا تجربه زاد مزيانه برشا مع الفنان محمد علي كمون واللي كان معنا انفيتي معتصم الفنان معتصم الامير اللي جاء من تطاوين خصيصا باش غنى لاهالي تطاوين باش غنى الغناء البدوي نتاعهم الشعبي الصحراوي. وصدقني كان عرض يعني كان عرض صدقني متميز ولكن الحمد لله اقتصر على المسرح البلدي. حبينا كونه العرض هذاك مثلا بالذات تمشيوا ديروا حبينا لو كان على الاقل مثلا يكون في تونس سوسه صفاقس على الاقل مسارح ايه فهمت. ولكن ومسارح فيهم اكليراج ومعناتها صالحين للعرض باش تقدموا توعدنا توعدنا نهار الحفله تكون في الصفه الاولى كيما هكا معناتها ان شاء الله بقوه رب. وين مش في البحرين في تونس لا 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 تونس جاي على راسي وعيني معناتها شنو اللي يمنعك انا جادور لا ميوزيك لا ما نجمش معناتها نخلي اللمه وكيفاش زاد كل جاي هو بين الفنان وبين الجمهور فما حيط ترونسبارون اللي يفيق به ويتنحى هذاك محمد يفيق به اللحظه واللي المطرب يقول لك اتصلتينا